طريقة توصيل اللابتوب بالسماعات اللي فيها ميزة التوصيل اللاسلكي اللي هي بلوتوث لاسلكيا، أولا لازم يكون الجهاز طبعا بيدعم توصيل عن طريق بلوتوث وكذلك السماعات، طب لو عندي ديسك توب لو مفيش فيه قطعة بيقدر يوصل من خلالها سلكيا ممكن أجيب له قطعة خارجية زي يو اس بي لكن خاصة بالبلوتوث. آه، كمان لازم أجهز السماعة لاستقبال الاتصال اللاسلكي عن طريق البلوتوث بإني بضغط على زر المود وأحول إلى بلوتوث من خلال ويندوز عايز أوصل للبلوتوث ديفايسز أو الأجهزة المتصلة عن طريق البلوتوث ممكن من خلال أيقونة البلوتوث في الأسفل بضغط عليها وبختار شو بلوتوث ديفايسز دي أو أعمل إضافة مباشرة من خلال الضغط على زر البلوتوث وأختار add a bluetooth device او افتح نافذه اعدادات البلوتوث بالبحث في السيرش عن بلوتوث واعمل اوبن لـ او الاعدادات الخاصه ببلوتوث بلاحظ هنا الاجهزه المتصله موجوده اهي انا عايز اوصل جهاز جديد بضغط على add bluetooth or other device هنا هختار بلوتوث هيعمل سيرش هنا قال لي ميك شور يور ديفايس از تيرند اون لازم الجهاز يكون مفتوح وديسكفرابل يعني قابل للاكتشاف بياخد وقته في البحث وبلاحظ ان الجهاز الحالي اللي ظهر عندي ممكن يبقى طبعا موبايل او شاشه او اي جهاز بلوتوث في الحاله دي هختار السماعات بيعمل عليها كونكتنج بعد الاتصال الناجح هنا بيقول لي connected music وممكن اعمل disconnect او افصل عشان اوصل جهاز اخر لكن في الحالة دي قال لي your device is ready to go خلاص الجهاز جاهز للتشغيل